مساء الخير. في أخبار الدار هذا الأسبوع نعرض لقصص عدها طلبة الجامعات، ومنها كشك كتب ينظم معرضا متجولا للكتاب، وأمسية ثقافية بتحتضنها الشوبك، ولماذا يرفض المعانيون نقل إدارة المياه، وبدنا نتناول ملف الصرف الصحي والمكبات الموجودة في محافظة معان اللي قد تكون سبب لانتشار الحشرات والذباب. كشك سمور هو محل بسيط ببيع الكتب، أخذ على عاتقه أن يسهم مجتمعياً بنشر الثقافة وسلوك القراءة من خلال تنفيذ معارض كتب متجولة في المحافظات. أول محطة له كانت مدينة الزرقاء. ارتقينا في كشك سمور ان نعمل مبادرة شبابية نقوم من خلالها على نشر ثقافة القراءة بين الشباب بسبب تطور التكنولوجي وعزوف الكثير من الناس عن القراءة. كنا بالبداية في عمان ثم في إربد، بعدين لما شفنا الناس صارت تتشجع وصارت تطالب ان احنا نلف المحافظات، فقررنا ان شاء الله انه احنا نلف المحافظات، وبدايتها كانت زرقاء بعد إربد. الكتب عندنا متنوعة، حاولنا يعني وبذلنا جهدنا حتى انها تكون الاسعار مناسبة للجميع، لانه القراءة يعني زي ما بتعرفي ليست حكرا على احد، فحاولنا انها تكون الكتب في متناول الجميع. كانت اسعارنا من 10 قروش الى 3 دنانير. أنا جيت المعرض عشان سمعت عن الكتب، وهيك أنا بحب الكتب، بقرأ كتب كثير من النت وأشتري أكثر من كتب مرات، منهم لاب معمر فلامينجو وهيك، بس جيت هون عشان أشوف الكتب وحبيت الفكرة تاعت الكتب بالزرقاء لأنه مو مكتوبة في أدانها. شفت الكتب العكس على وين عندك وعي ما شاء الله متفرقة، في الصغار في الكبار، يعني كتب متنوعة بالعكس، وأسعار يعني صراحة رخيصة. يعني زمان لما بدك تأخذ مجلدات، المجلد كان لحاله ممكن 20 دينار أو 30. وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بيت الشوبك الثقافي أقامت أمسية ثقافية شارك بها عدد من طلبة المدارس والحركة الثقافية في لواء الشوبك، في خطوة تعد اندماجاً إيجابياً ما بين التعليم والثقافة والمؤسسات الرسمية والأهلية. تأتي هذه الأمسية الوطنية ونحن نتفيأ ظلال مناسبات وطنية عزيزة علينا. بيت الشوبك الثقافي هو حاضرة ثقافية واجتماعية وملتقى للمبدعين والمثقفين، وهو منجز ثقافي وشاهدا حيا على حجم الإنجازات المتحققة في عهد الاستقلال. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تقوم بها وزارة التربية والتعليم لمختلف مديريات المملكة للوقوف على حاجات الميدان التربوي والعمل على ترتيب الأولويات وتلبية هذه الحاجات، فأيضا تم لقاء مجموعة من الأهالي للاستماع إلى مطالبهم. ثم الهدف الآخر من هذه الزيارة هو مشاركة بيت الشوبك الثقافي أمسيتهم الثقافية التي نظمت بمناسبة ذكرى الاستقلال، حيث أن هذه الأمسية شارك بها مجموعة من طلبة وزارة التربية والتعليم، وأن هذه الفعالية مقامة في مبنى مدرسة الشوبك القديمة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لبيت الشوبك الثقافي لاستخدامها كمقر لهذا البيت الثقافي الذي يساهم بربط أبنائنا الطلبة بتاريخهم وتاريخ المنطقة، ويتيح مساحات لمشاركة الطلبة بالفعاليات الثقافية. وأيضا شمل هذا الحفل أو الأمسية المتواضعة فقرات ثقافية متنوعة أيضا شارك بها معلمون من وزارة التربية والتعليم، وهذا يأتي تجسيدا لرؤية وزارة التربية والتعليم بأن المدرسة هي مدرسة مجتمعية
مجتمعية تفتح أبوابها للمجتمع، تفيد وتستفيد من مقدرات المجتمع، حيث أن أحد محاور الخطة التطويرية لجميع مدارسنا المجتمع والمدرسة مؤكدة بأن العملية التربوية التعليمية هي مسؤولية مجتمعية وعملية تشاركية. في دار الحسام للعمل الشبابي في الإطلال عقد لقاء سياسي تناول برنامج الإصلاح السياسي والحديث عن المشاركة السياسية للشباب بمشاركة نخبة من شباب الإطلال. نتابع. أطلقنا قبل فترة برنامج الإصلاح السياسي، وهذا البرنامج هدفه زيادة الوعي القانوني لدى الشباب ومشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية. فكانت هذه الفكرة من مجموعة شباب طرحناها وبدأنا بعمل هذا البرنامج، وتوجهنا اليوم في بلدية ضليل للقاء عطوفة الدكتور علي الخوالدة، وكانت البلدية فاتحة أبوابها لجميع المشاركين من حضور الشباب، وكان نقاش جميل جدا، ونحن قد أخذنا عتقنا على أنفسنا أن نكمل مسيرة قائد البلاد عندما أطلق منظومة التحديث السياسية، أن نكمل هذا المشوار وأن نصلح هذه البلاد بإذن الله، وأن ندعو الشباب للمشاركة. وقد قمنا اليوم بطباعة هذا الكتاب، وهو برنامج الإصلاح السياسي متواجد فيه قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وسوف نقوم بتوزيعه مجانا إلى الشباب إن شاء الله، وأننا ندعو جميع هذه الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية والقيادة الإصلاح القادم إن شاء الله. المحاور اللي تم نقاشها اليوم قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية والفرص التشريعية في القوانين المختلفة الجديدة التي تتيح الفرصة أمام الشباب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، في العمل الحزبي وفي الحياة العامة بشكل عام، والتحديات التي تواجه ذلك وكيف يعني مواجهة هذه التحديات، ثم أيضا دور المجتمع المدني، دور الأحزاب السياسية في تعزيز مشاركة الشباب وتحفيزهم على أن يكونوا جزءا رئيسيا من عملية صنع القرار بشكل عام، وأيضا نقاش مع الفعاليات الشبابية حول أهم مواد القوانين، قانون انتخاب، قانون أحزاب، والتعريف بهذه المواد حتى نزيد من الثقافة الانتخابية والثقافة السياسية والحزبية لدى الشباب الأردني بشكل عام، والتركيز أيضا على الخطابات الموجهة لهم من كافة المؤسسات، سواء كان مؤسسات الدولة الحكومية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة، على أهمية مشاركة الشباب في العمل العام وفي الحياة العامة وفي الحياة السياسية على وجه الخصوص. بعد قليل نتابع. الصرف الصحي والمكبات الموجودة في محافظة معان هي سبب لانتشار الحشرات والذباب. أهلا بكم من جديد. تسعى بلدية معان الكبرى وبالتعاون مع مديريات البيئة وأيضا الزراعة لمعالجة مشكلة انتشار الذباب في المدينة وقراها مؤخرا، واللي باتت مشكلة بتزعج المواطنين وأصبحت حديث الناس وشكوى الناس. التقرير التالي بيسلط الضوء على أسباب هذه المشكلة وما هي الحلول. مع بداية فصل الصيف انتشرت الحشرات والذباب في عدد من مناطق محافظة معان، مما أثار استياء المواطنين وخوفهم من نقلها للأمراض. بالفترة الأخيرة شاهدنا ظاهرة انتشار الذباب، وهي الظاهرة أغلقت الجميع وصارت عند كثير من الناس أنه انزعاج كبير، ليش الذباب منتشر وليش لهالدرجة لغاية الآن ما تم معالجتها. إحنا بعد ما حاولنا أنه نعمل أنه نرصد أماكن انتشار هذه الظاهرة، تبين أنه هناك مسببات لانتشار هذه الظاهرة، وأبرز المسببات اللي كانت موجودة فيها اللي هي للأسف اللي هي المزارع الموجودة في محيط مدينة معان، وكانت هذه للأسف يعني بحكيها بكل صدق إنه بيستخدموا السماد الغير المعالج، مما يؤدي إلى تكاثر بيوض الذباب، وبفعل الحرارة المرتفعة أصبحت هذه ظاهرة نعاني منها. أضف إلى ذلك أنه في عندنا بالمنطقة المحيطة فينا كمان عندك الآن الصرف الصحي والمكبات الموجودة في محيط محافظة معان، وبنعرف أنه الحشرات والذباب المساحة أمامها موجودة، يعني مش الظاهرة موجودة بمعان، يعني قبل تقريبا فترة كنت بالشوبك موجودة الظاهرة بكل مواقع محافظة معان، وهي ظاهرة سنوية. ولكن كيف ستعالج البلدية هذه الآفة؟ كوادرنا بصراحة اشتغلنا مع بعض على مواجهة هذه الظاهرة المقلقة المزعجة من خلال الرش واستخدام المبيدات الحشرية،
وقمنا بمعالجة وتنظيف وتعقيم بؤر هذه المواقع وتحرير المخالفات لبعض المخالفين من المزارعين. احنا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني الدور هو دور تكامل، ليس دور بلدية معان لوحدها. يعني الزراعه والصحه والداخليه والرقابه جميع الجهات جميعها معنيين بمواجهه هذه الظاهره. ونحن كمديريه زراعه معان تم مخاطبتنا وعلى ضوء مخاطبتنا من قبل البلديه بخصوص الذباب وهذه الآفة، تم تزويد البلدية بالكادر والمعدات اللازمة والمبيدات اللازمة، اللي طبعا في منها النوعين شقين اللي هي اليو ال في والاي سي، مبيدات الاي سي، وتم تزويدهم طبعا في 1200 لتر اي سي وتقريبا 200 لتر يو ال في وسيارتين. السيارتين طبعا مجهزات بآلات رش اليو ال في، وتم بعدين الثلاث تراكترات، التراكترات مزودة بتنكات رش. ولتعالج المشكلة جذريا طالبت بلدية معان ومديرية الزراعة المواطنين بالتعاون معها من خلال وضع النفايات بالأماكن المخصصة لها واتباع أساليب تسميد صحيحة من قبل المزارعين. وزارة المياه والري ما تزال تعقد العزم على دمج إدارة مياه معان والبترا مع شركة مياه العقبة من خلال عقد خدمات ضمن المشروع الياباني وتأهيل شبكات ومحطات معان والشوبك والبترا ودراسة مقترح ربط البترا بالمركز، الأمر الذي لاقى منذ طرحه اعتراضا من سكان مدينة معان الذين نظموا مؤخرا لجنة تنسيقية لرفض هذا القرار. اختلاق لأزمة احنا في غنى عنها، ابن الوطن ابن معان ابن الجنوب بيشوف كيف هدر المياه في مشروع الديسي ولمين بتروح وكيف بتروح وبأي سعر بتروح، وقاعد بيتابع الفواتير وارتفاع الفواتير في ظل ظروف صعبة واستثنائية وقاهرة وقاسية يعيشها الوطن، من ارتفاع في الكهرباء من ارتفاع في النفط، والشركات لم يعد للمواطن الأردني أي ثقة فيه. اعتراضنا وخروجنا ومطالبتنا هي للحفاظ على مقدرات الوطن، هي للحفاظ على مؤسسات الوطن. احنا ضد هذا التفسخ اللي موجود الآن من وزارة إلى سلطة إلى أربع شركات، هذا الشيء لا يعقل. ما الجديد في الموضوع وما الخدمة المقدمة الجديدة؟ عقد يلزم دفع كل الإيرادات المتأتية من المياه والصرف الصحي لهذه الشركة، عقد يلزم أيضا إقليم البتراء بدفع الدينار العائد من السياحة أيضا لهذه الشركة، والعائد أيضا من المبالغ التي تجبى عن طريق البلديات أو وزارة المالية بنسبة 3% في هذا القطاع تدفع أيضا لشركة مياه العقبة. العقد مجحف، أنا ما أعرف كيف مر وبأي طريقة مر ولمصلحة من؟ مستحيل أنه إحنا نرضى في شركة مياه بأي حال من الأحوال بأي سبب من الأسباب، محن رايحين هذه نرضاها نهائي. في خطوات قادمة، هذا راح الخطوات القادمة كل حادث حديث، ما بنقدر نعلن عن خطوات قادمة إلا بعد ما نستنزف كل الخطط اللي وضعوها الشباب اللجنة التنسيقية لرفض شركة المياه. فإحنا نتمنى من المسؤولين أن يسمع صوتنا ويسمعوا بس أنه لا يلزون الأمور إحنا ما بدنا إياها. نبض الشارع نرفض هذه الشركة لأنه إحنا اللي وقعناهم من معانا 11 ألف مواطن، ما بدنا الأمور تتطور على باب المساجد. احنا قاعدين بنطلع بس اللجنة التنسيقية وقاعدين بنقول للناس يا عمي لا تطلعوا خففوا، احنا بنطلع واحنا بنكفي وبنوفي، فما بدنا نضطر انه نطلع عدد كبير على الشارع، البلد غير متحمل. نتوقف لفاصل قصير من بعده بنتابع برنامج اخبار الدار، ابقوا معنا. أنوار الفضول هي فتاة تمتلك موهبة، الصعوبات اللي واجهتها كانت أغلبها مادية وكانت بحاجة لدورات ولتوجيه في تسويق منتجاتها، شأنها شأن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية. أنا أنوار جمال، عمري 25 سنة، بشتغل فن التطريز اليدوي الحديث العصري. هذا الفن بتميز أنه بتقدر تأخذ منه أوردرات وهدايا مميزة للناس،
فن التطريز ما كان موجود أيام أجدادنا وأهالينا زمان، لكن مش بهاي الصورة الحديثة والمميزة. كثير ناس بتحب إنها تعطي هدايا لناس مميزين عندهم بشكل مختلف غير عن الهدايا التقليدية اللي إحنا بنأخذها، فبيختاروا التطريز اليدوي. التطريز اليدوي بتقدر تختار التصميم اللي بدك إياه، ممكن تختار هدايا لعيد الميلاد، مناسبات وخطوبة، ممكن لأي مناسبة أنت بتحتاجها. أدوات التطريز طبعا إنك تقدر تجيب أدوات التطريز مش بسهولة وبدها تكلفة ومش متواجدة كثير في المنطقة اللي أنا عايشة فيها. الطارات، الأدوات اللي أنا بستخدمها الطارات، بدخل عليها القماش، وبعد ما أدخل عليها القماش ببلش أرسم بإيدي وأستخدم الخيطان. الصعوبات اللي أنا بواجهها طبعا في عنا صعوبات مادية، طبعا هو مكلف، لكن ما منعني إني أوقف الموهبة تبعتي وما أشتغل فيها وما أطلع أوردرات وأشتغل حالي. كمان صعوبات التسويقية، أنا كونت صفحة وبالبداية استصعبت الموضوع، لكن كان سهل، عملت صفحة وضفت متابعين وبلشت أنشر عليها شغلي التطريز اليدوي. كان عليها ما شاء الله كثير إقبال، وبلشت الناس تعرفني وتتعرف علي أكثر وإنه شو هذا الفن، وهو مش موجود كثير بالوقت الحالي، هو فن مميز وكثير عصري وحديث. رؤيتي المستقبلية طبعا عندي طموح إني أكبر الشغل اللي بشتغل فيه اللي هو تطريز، حابة أدمج الإمبرودري بالديزاينر وأعمل ديكورات خشبية، أشياء كثيرة في أفكار في راسي، بس إن شاء الله بس أقدر أعمل هاي الأشياء رح يكون عندي رأس مال. طبعا في شغلة كثير مهمة للصبايا، أي حد عنده موهبة لا يبخل على نفسه إنه إيش ينبميها. طبعا شوية تعب على حالك ومجهود إن شاء الله بتقدر إنك تشتغل وتنمي موهبتك وتتعب عليها، وما تستصعب إشي، وخليك واثق في نفسك وراضي عن نفسك بأي إشي تشتغله شو ما كان. زوجي لما توفى ترك لي مسؤولية كبيرة، كنت أدرس شابين بالجامعة وبنت صغيرة، بس دائما لكل إنسان في داعم بالحياة. بهاي الكلمات لخصت الشف ربا قصتها اللي بتحمل معاني الصبر وتحمل المسؤولية والعزيمة والإرادة على تغيير هذا الواقع والنهوض بحال أسرة كاملة من خلال تعلمها وفتحها لمشروع مدير للدخل. أنا الشف ربا الزعبي، بلشت هوايتي بالطهي أو الطبخ لما خطبت. بلشت أعمل حلويات، لما تزوجت صار يحكي لي زوجي بدي أكل طبخ مش حلو، فصار عندي هيك هواية بهذا الموضوع. كان في زمان برامج للطهي كتير زي فتافيت وبرامج كتيرة، صرت أتابعها كلها بحب وشغف. بعديها فترة أولادي كبروا، بطلت أدرس، فصرت يعني هيك أنه أطلب من زوجي أني أصير أحضر يعني أي دورات بعمان تصير، وكنت عادي أسوق السيارة وأروح على عمان وأخذ أي دورة. لما أسمع فيه شيف تركي ولا أجنبي ولا مغربي ولا إيطالي على طول أسجل بالدورة وأخذ الدورات. بعديها شوي تطور معي الموضوع، سجلت بجمعية للطهاة وصرت أحب أتعرف على الشيفات، صرت أحب أداوم بأوتيلات، يعني داومت على مدار ست شهور بأكثر من مكان. تعلمت كيف حتى في أمور كنت كثير مركزة فيها، إنه كيف لما يكون في عرس أو حفلة كيف بيشتغلوا المواد والأشياء تكون طيبة بكوست واطي وبكوست عالي حسب شو طلب الزبون، كيف النظام، كيف الالتزام بالوقت وبالطلعة وبالفوتة. هاي كل هالأمور لما كنت بالجمعية كنت نشيطة شوي، عملت شغلات بقرب اجتماعات بعمان، كنت أتعامل مع سيدات مع شفات. شوي شوي صرت أشوف ناس من إربد كتير بيتغلبوا لما يطلعوا على عمان حتى يتعلموا إشي. هون بلشت تراودني فكرة إنه نفتح أكاديمية أو مركز تدريب طهي. بصراحة يعني ضليتني فترة سنتين أو ثلاث لغيت فكرة إني أفتح محل أو مطعم، وصرت كثير أفكر بالتعليم.
ليش؟ لأنه حتى بقربت في كافيهات ومطاعم كثيرة كثيرة دايماً الأيدي العاملة عندهم لازم تكون أيدي خارجية مش من مدينة إربد. وحتى لو مثلا اجوا شفات من عمان كادر او هيك لازم ياخذوا لهم سكن، فبيكون الموضوع مكلف. وبنفس الوقت الشباب والصبايا بإربد بيدوروا على شغل ومش ناقصهم إشي الا التعليم، يعني مش ناقصهم الا يتعلموا صح حتى يقتنع فيهم صاحب الشغل. وبصراحة شوي شوي بلشت بالأكاديمية وفتحتها على مدار سنتين لأنه اجت وقتها بكورونا، وشوي شوي ما استعجلت حتى يكون كل الموضوع صح. حتى فتحت الأكاديمية مع شهادة معتمدة من الحكومة. زوجي لما توفى ترك لي مسؤولية كبيرة، أولادي كان عندي شابين بالجامعة وبنت صغيرة، وبصراحة كانت المسؤولية كتير كبيرة والتفكير كتير يعني صعب. بس دائما دائما لكل إنسان في داعم بالحياة. أنا بصراحة خواتي أنا أصغر واحدة بالبيت، فمن وانا صغيرة كل أخت فيهم هي أمي، يعني ما بعرف أوصف لك قديش هم دائما داعمين إلي من وانا صغيرة ولحد الآن. لحد الآن هن وأولادهم بناتهم دائما داعمين إلي، فالحمد لله رب العالمين. دائما كانوا أي إشي أو أي فكرة تخطر ببالي أو أي مشروع بدي أعمله دائما كانوا يدعموني نفسيا ودائما واقفين بجنبي. أولاد خواتي في منهم نفس عمري، كلهم أصدقائي وصديقاتي بنات خواتي. يمكن هذا الإشي نعمة من الله لما يكون بحياة الإنسان في ناس هيك بتحبه ودائما دائما بظهره. الحمد لله ساعدوني، ساعدوني كتير، ما بقدر يعني أنسى أي إشي عملوه معاي. نصيحة لكل شخص سواء سيدة أو رجل أو شاب أو شابة، دائما الحقوا حلمكم، يعني اللي بيحلم بشغلة بتصير. يعني كل ما تفائل الإنسان ربنا بيعطيه على قد تفاؤله. طول ما الإنسان ماشي صح وصادق أكيد ربنا بيكون واقف معاه. دائما ما في إشي أو نجاح إلا يكون وراء تعب، حتى ربنا يحسس الإنسان بطعم هذا التعب أو النجاح. الحياة ما بتستمر سواء بالعسر أو باليسر، فنصيحة لكل شخص إنه يلحق حلمه. في نهاية الحلقة من أخبار الدار دائما بنشكر لكم طيب المتابعة. جميع تقارير الحلقة بتلاقوها عبر منصات رؤية على فيسبوك ويوتيوب. دمتم بخير وإلى اللقاء.